طيب الدنيا. السؤال بقى وهرجع لك مرة اتفضل. تانية أستاذ علاء، هل الدولة بتتحرك فعلا في الاتجاه ده، تمكين الشباب وعام الشباب مجرد شعارات ولا في أي يعني أمارة على إن ده بيحصل؟ يعني اولا طبعا بنقدم تعزينا يعني اهالي شهداء القوات المسلحه، والحقيقه الشهداء بيدافعوا عننا وعن اهالينا يعني، فطبعا هم في الجنه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. قبل ما ارد على السؤال دوت، انا بس وقت قليل قوي هرد على الفرق بين الشباب السياسي والشباب الفيسبوكي. الحقيقه الشباب السياسي بيفكر بشكل علمي اسمه التفكير العلمي، يعني بيرصد الظاهره بعد كده بيبتدي يحط لها يعني اسبابها ويبتدي يتفاعل معاها، بعد كده بيحط حلول لهذه الأزمة ويسيبها للتجربة. والله لو التجربة بتاعت الحل اللي هو قاله دوت في المجتمع مشيت ومش الحال، خلاص أوكي. طيب. ما مشيتش ومش الحال، لا خلاص بيبتدي يفكر تاني ويبتدي يرصد ظاهرة تانية والآخر. ده التفكير العلمي اللي بيميز الشباب السياسي عن شباب الفيسبوك. لكن الحقيقة أنا برضو من الشباب اللي بقعد على الفيسبوك، بس بقعد على الفيسبوك وأنا بفكر بشكل علمي. لكن للأسف لأن احنا عندنا مشكلة في التعليم، عندنا مشكلة في الثقافة، في أصول الثقافة اللي مش متفاعلة مع الشباب. ها عندنا مشكلة إن الشباب المصري بيتلقى أغلب معلوماته وأغلب يعني كل ما يروج في الميديا وفي الفيسبوك، الميديا بتكلم على السوشيال ميديا، من الخارج ومن تكتلات تنظيمات إرهابية إخوانية، فدايما بيتجه للتفكير العشوائي أو التفكير الإرهابي أو التفكير إلى آخره، يعني من أنواع التفكير الخطيرة. هو ده اللي بيميزنا. وأنا أعتقد إن حوار الرئيس بقى لما ننتقل إليه هقول لك ليه هو مهم في المسألة دي. النقطة الثانية، بس معلش في النقطة الأولانية بقول لك يعني مش محتاجة علم قوي، الشارع كله أي حد بيتكلم في السياسة دلوقتي يعني احنا شايفين الحال، فخلاص بقى عندنا من الوعي ومن الخبرة أنا ممكن أفتي في أي موضوع. لا ده مش صحيح، لأن أنا دلوقتي مثلا لما أجي أحلل ظاهرة الفرق بين الدولة وبين الحكومة، أنا لما باجي أدافع عن دولتي ما لهاش علاقه بان انا بعرض الحكومه. ايوه لما باجي، لكن لما يقول لي يسقط حكم العسكر يبقى انا بسقط القوات المسلحه اللي بتدافع عن دولتي، يبقى انا في اتجاهي وفي طريقي لاسقاط الدوله. اذا طالما انا بفكر بشكل علمي لازم اكون عندي مستوى معين من الثقافه اللي اعرف افرق بين الدوله والفرق بين السلطه والدوله والفرق بين الحكومه والرئيس على فكره. صحيح. طب. كل هذه الفروقات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية تخليك حتى وانت بتعارض تبقى عارف انت بتعارض مين. ايوه، بتعرف تحلل المشهد السياسي. هو ده الفرق بين الشاب. انا دخلت حزب التجمع عن 18 سنة، انا دلوقتي عن 28 سنة. خلال العشر سنين دول التجربة السياسية كل زملائي من هذا الشكل تعلمنا كيف نحلل وكيف ندرس الظاهرة ونتفاعل معها ونحط لها ونعرف اسبابها ونحط لها حلول. هو ده اللي بيخليني انا كشباب جبهه انقاذ لما كنت عضو مكتب تنفيذ شباب جبهه انقاذ كنت بتعامل مع الاخوان المسلمين ان هم عصابه، لان قاري في التاريخ ماذا فعل الاخوان المسلمين في مصر ومن الذي اسس هذه الجماعه. اذا هذه التركيبه الثقافيه على المستوى القراءه في التاريخ، القراءه في التفكير العلمي نفسه كعلم، القراءه في الاقتصاد، كل هذه القراءات بتشكل شخصيه مصريه وطنيه خالصه هي هدفها الاساسي الحفاظ على الدوله. بس علشان اللي انت بتقوله ده يحصل والشباب يبقى مسيس بجد وعنده يعني مش مسيس، يبقى عنده وعي، عنده وعي وعنده معلومه. بالظبط.